تعمل بس انا والله كنت بعمل تشيك اب عادي انا طبعا كنت برام شو بده بوصل صح كده هو كويس يعني بعدين بس ما عاش من انا ديك الساعه فروحت الهرم شهرين كده بروح عمل عكيله الدكتور القلب حمدي عمل لي سونار وعمل لي عملت له انسداد في 2 شريان وهتحتاج دعمتي. طب انا عندي سكر. قال لي يبقى لازم تبقى الدعامة ذكية. طيب يعني قالوا دي مش موجودة في الطمن الصحي. ابتدينا نجهز نفسنا للشراء. فبتفرج على التلفزيون لقيت الاستاذ الدكتور علي مدير الهيئة علي حجازي بيتكلم وبيقول للمذيعة والله ده ان شاء الله الدعمات هندخل الخدمة دي ان شاء هندخل الله الخدمة. تمام. طيب كان فاضل بيني وبين الميعاد 20 يوم وحاجة زي كده. فالمدام قالت لي سيبك من الكلام بتاع التلفزيون واحنا صحتك عندنا اهم. طب انت ايه رايك ما سمعتش كلامها ازاي؟ لا ما انا ما سمعتش كلامها قلت والله احنا كده كده نستنى 20 يوم تمام ما جاتش خلاص نعمل لا احنا بنقول حاجه يا عم علي انا والله ما بقتش مصدق ان سمعت تاني بقى في الاخبار وفي التلفزيون ان اتنفذت قلت ده اسلوب جديد لا مش جديد يا استاذ محمود احنا بنقول حاجه لازم نلتزم بيها والتزامنا ناحيه مرضانا ده التزام مهم جدا ما اقدرش اقول حاجه ناحيه المرضى وما نوفيش بيها فالحمد لله وربنا هو الشافي والمعاد الشفاء ده من عند ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سلامتك الف سلامه والبركه فيكم ربنا يديك الصحه وسعادتك انا متابع والله شغلك انا اشتغلت مع اكثر من 7 من ايام النبي والمهندس لحد اسماعيل سلام الله يكرمك فيعني داري الدنيا وعارف ايه اللي متشكرين جدا وملاحظ سعادتك والله ويوفقكم جميعا متشكرين جدا سلام قالوا لي انت عندك كسور الشرايين التالي ولازم تركبي دعامات دوائيه فطبعا لجأت للدكتوره كوثر الدكتور علي حجازي جزاهم الله عنا خير والدكتوره منال الناس كتير اللي ساعدتنا تركب دعامات دوائيه على حساب التامين الصحي مجاني طبعا وبنشكر الدكتور علي محروس والدكتوره منال وكل من ساعدنا الدكتور احمد بني بتشتغلي في العمليات عمليات العمليات وعمر ما الحكومه ولا الدوله ولا وزاره الصحه خلى عندك ما تعمليش حاجات فده واجبنا ودورنا احنا نقدم ده في التامين الصحي عارفه انا بهتم بالتمريض اكثر ما بهتم باي فئه ثانيه التمريض انا بعتبره خط الدفاع الاول لصحه المريض سحر محمد ابراهيم حكيمة عمليات في مستشفى اسماعيلية العام وجاي من اسماعيلية اعمل عملية في التأمين الصحي ماشي وكنت انا مريضة اكتشفت من حوالي كام شهر ان انا مريضة قلب وطبعا رحت كشفت وعملت قسطرة في مستشفى الجامعة ورحت لدكاترة القلب اللي في اسماعيلية قالوا لي انت محتاجة تركيب دعامات دوائية عشان انت عندك سكر وضغط فطبعا رحت سألت على تكاليفها لقيتها غالية جدا جدا فاتصلت بالدكتورة كوثر اللي هي نقيبة التمريض جزاها الله عننا كل خير
وهي كلمت الدكتور علي علي حجازي وقال لها ان شاء الله في فتره قريبه احنا بنسعى في خير لكل مصر، ومن اولهم سحر ان احنا هنركب دعامات دوائيه على حساب التامين الصحي مجانا. بس فانا جيت امبارح الحمد لله ربنا يعني يكرم كل من ساعدني في عمل خير وبيساعد في عمل خير لمصر، الدكتور محمد غريب والدكتور احمد نصار ودكتور علي محروس والتمريض والعمال. يعني بصراحة الواحد لقى هنا أحسن معاملة وأحسن، يعني مش عارف أقول لك إيه. والحمد لله أنا امبارح لقيت صعوبات إن قلة الإمكانيات صعبة طبعا على المريض الغير قادر. في مرضى كتير في مصر غير قادرين على إن هم يدفعوا نفقات العلاج الدواء ده، وفي أدوية تانية إحنا برضو غير قادرين. يعني إما أنا أكون بقبض يعني مبلغ هصرف على أولادي ولا أعلم ولا هجيب أدوية، في علبة برشام بتجيب 200 جنيه والمريض بيمشي عليها سنة برضو كتير. وبعدين الحمد لله من لما جيت هنا ما لقيتش أي صعوبة، يعني بصراحة يعني لقيت أحسن معاملة، والدكتور أحمد نصر والدكتور محمد غريب والدكتور علي محروس يعني جزاهم الله عن خير عنا خير زي الفل بصراحة. العناية التمريضية والأطباء يعني بصراحة ما سابونيش الحمد لله رب العالمين، حتى العمال برضو معاملة حسنة عشان الواحد بيتعامل مع الناس دول، لأني أنا من الفئة دي. ويعني اللي بنعمله في البني آدمين ربنا بيقعدونا في الطريق اللي احنا بنمشي فيه. أنا الحمد لله يعني ربنا كرمني بناس وقف لي ناس أنا عمري ما شفتهم ولا عرفتهم، وجزاهم الله عننا كل خير. يعني إن شاء الله النهاردة ان شاء الله والحمد لله. طبعا متابعة، وانا لسه جايبة العلاج من تحت، صرفت العلاج بنتي جابته وهستمر عليه، واداني السدي والتقرير بتاع الاسطرة وقال لي نظام العلاج هتمشي عليه ازاي، وممكن وهتجيلنا كل فترة طبعا نتابعك وكده وتعملي اشعة تلفزيونية على القلب والحاجات دي. والحمد لله رب العالمين يعني وجزاهم عننا كل خير. يعني لوزير الصحة عايز اقول له يعني ربنا يقدرك على فعل الخير وكل اللي تقدر عليه من علاج للناس الغير قادرين، ياريت تسعى فيه انت وكل الناس اللي معاك عشان ده خير للناس، عشان في ناس غلابة كتير ممعهاش. مش عايز اقول لك انا سعيد كتير لحد ما وصلت الحمد لله، والفضل يعني لربنا سبحانه وتعالى لان هو الاول والاخر، ثم الدكتوره كوثر والدكتور علي حجازي والناس اللي ساعدوني والاطباء الدكتور محمد غريب والدكتور علي محروس والدكتور احمد نصار اللي عملوا لي العمليه. مش عايزه اقول لك الواحد يعني هو امبارح كان بيقول لي انت اكيد انسانه كويسه عشان ربنا وقف لك ناس كتير ولاد حلال، والحمد لله رب العالمين. وبقى في ليا طلب نداء للرئيس السيسي، يعني انا مش عايزه اقول لك يعني قولي له ان شاء الله بامر الله املنا في الله ثم هو ويصلح حال مصر على ايده، وانا واختي عايزين نحج وده امل. وبقول لك برده احج انا واختي لان ليا برده اختي بتشتغل في المهنه دي بقى لها 20 سنه وانا بقى لي 29 سنه، وامنيه حياتنا ان احنا نروح بيت الله نحج واملنا في الله. بس امانه توصليها دي امانه في رقبتك ليوم القيامه توصليها للرئيس. الله يصلح حالكم.